أخبار اليوم. شكرا، تحياتي لأخبار اليوم العظيمة المؤثرة العظيمة العريقة. شكرا يا فندم، يعني شكرا على وقتك. اتكلمنا عن المبادرة النهارده، احنا كمؤسسة وكبرنامج بنقدم الرعاية الاجتماعية والمادية للمشروع، ان احنا نحاول نصل الى عدد كم كبير من المتبرعين للدم لصالح مرضى الحوادث او ضحايا الحوادث اللي بيحتاجوا دم، لصالح مرضى الثلاثين والبحر المتوسط، لصالح مرضى الهيموفيليا. وانت عارف حضرتك ان المرضى الثلاثين والهيموفيليا بيحتاجوا دم بشكل منتظم، مش مجرد حادثه مثلا فبيبقى حاجه الامرجنسي، ده حاجه مستمره على طول. الحقيقه ده موضوع كنت بدات وانا كنت سفينه منظمه السفر العالميه مع كابتن احمد حسن يمكن 7 سنوات، وقعدنا 4 سنين نعمل في هذا المجال. فانا شايف ان احنا بنكمل نفس المشوار اللي احنا بداناه قبل كده، واتمنى ان احنا نحص كل مواطن ان هو يشارك في التبرع، لان ده شيء جميل عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي ما عندوش القدره انه يطلع زكاه المال ولا صدقاته، يطلع من الدم لو دمه صالح اللي ممكن ينقذ بيه حياه انسان، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. فهي دعوه للتبرع بالدم، احنا جايين عشان الناس تبرعوا بالدم، وعشان كمان نقضي على مافيا تجاره الدم المنتشره حاليا، بيستغلوا فقر وضعف الناس بسبيل ان هم ينتهزوا الفرصه وبدل الدم يروحوا بلاش. بس شكرا.